ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيض المثقفون. جملة عظيمة جدا اتقالت على لسان الفنان الكبير الله يرحمه أحمد زكي في فيلم مهم جدا اسمه البيضة والحجر، كتبه الفنان الكبير والكاتب العظيم محمود أبو زيد، علشان يكلمنا عن إن الدنيا ممكن يتقلب حالها، واللي فوق يبقى تحت، والشمال يبقى يمين، واليمين يبقى شمال، لما المتعلمين والمثقفين يبقى زيهم زي الجهلة واللي ما يعرفوش. دايما بيقولوا كده، انا اسف، الالف من كوز الذره. اول ما الناس كلها تبقى بالوضع ده فتقول على الدنيا السلام. وعلشان كده بنسمع كتير من وقت للتاني عن فلان الفلاني اللي بيعالج مش عارف بايه، وفلان الفلاني اللي بيقول لك هات بخور واعمله يوم ايه واعمل فيه الساعه كام، وحاجات كتير جدا 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 بنسمع عنها، وكمان اعمال دراميه ناقشت الموضوع ده. علشان كده واحنا النهارده بنبتدي موسم جديد في برنامج استراحه، معانا ضيف مهم جدا جدا، هتكون اول مره معانا النهارده لكن مش اخر مره. اسمحوا لي ارحب بحضراتكم، وارحب كمان بضيفنا العزيز اللي هيشرفنا في مجموعه حلقات جايه ان شاء الله، الشيخ صالح سعد، الراقي الشرعي والمعالج بالقران. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لا السلام عليكم اولى. صح طبعا. منور الدنيا. منور الدنيا. ربنا يبارك في حضرتك. الله ان شاء الله تبقى حلقه قويه كده، ومجموعه حلقات قويه الفتره اللي جايه ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. هكون مش لوحدي في الحلقه النهارده، وهتشوفوها كمان كتير جدا الفتره اللي جايه، زميلتي العزيزه والمريحه ياسمين علاء. مساء الفل يا ياسمين. مساء الفل يا بلال، عامل ايه؟ منور الدنيا. ربنا يخليك يا رب. مبسوط ان احنا مع بعض. وانا والله جدا. مبسوطة طبعا من حضرتك جدا. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك فيك. بس وزي ما قلنا بقى، عايزين نركز كويس قوي 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 قوي، والنهارده هنبتدي يومنا كده او هنبتدي حلقاتنا بما هي الرقية الشرعية الصحيحة، لاننا بنسمع عن الكلمة دي كتير انما ما نعرفش هي عبارة عن ايه بالظبط، مش كده ولا ايه يا ياسمين؟ ايوه صح. صحيح فعلا، بنلاقي ناس بتقرا قرآن وناس بتقول أدعية، طب ايه هي بقى الرقية الصحيحة اللي احنا نقدر نتعالج بيها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا أشكر حضراتكم على الاستضافة، ربنا يبارك في حضراتكم، إن شاء الله حلقة نافعة بإذن الله. بالنسبة للرقية الشرعية، لو بدأنا بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سحر دعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن الله استفتاني فيما استفتيته. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سحر دعا ودعا ودعا حتى نزلت الملائكة ودلت النبي صلى الله عليه وسلم على مكان السحر ومن فعل السحر والكيفية التي صنع بها السحر. إذن من الرقية الشرعية وأساس في الرقية الشرعية أن أنا ألجأ إلى الله سبحانه وبحمده بالدعاء، مش أول ما أتعب أروح لشيخ، لا لا خالص. إحنا كده ناخد من الحتة دي أن كمان النبي عليه الصلاة والسلام كان في عهده الرقية الشرعية. نعم، كانت مش جاية في العهد الحديث. لا، كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بعض الرقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن فيها شرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الرقية واختار منها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو يوافق الشرح. لكن حضرتك ذكرت الاول الدعاء والقران. ولا القران؟ صحيح. الاثنين رقيه شرعيه. النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالدعاء، وبعد نزول الملائكه نزلت بالفلق والناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول المعوذات ما كانش حد بيرقي رقيه قرانيه صرف. الا قبل نزول المعوذات كان فيه احد الصحابه، واظن انه هو سعيد الخدري عليه رضوان الله، سيد القوم لدغ، رجل مشرك لدغه العقرب، فقال للصحابة هل عندكم من راقي؟ فذهب سيدنا أبو سعيد الخدري أو غيره من الصحابة رقاه بالفاتحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك أنها رقية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره بالرقية بالفاتحة، وهذا رجل كان لدغ العقرب وفي رواية لدغ الحية. الفاتحة هنا كانت سبب بعد فضل الله سبحانه وبحمده في شفاء هذا الرجل المشرك، رجل ليس مسلم. لما قرأت عليه الفاتحة شفي بإذن الله، وهذا مرض عضوي. ولما قرأت عليه الفاتحة شفي، النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، قال ما يدريك أنها رقية. إذن أول ما ذكر في القرآن أنه رقية هي الفاتحة، ثم الفلق والناس نزلت بها الملائكة عليه الصلاة والسلام بعدما سحر النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة يقولون بعد نزول المعوذات لم يرق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهما. ما بقاش يقول بقى الدعاء اللي كان بيقوله الأول. لا، كانت هي أول رقية بيرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم. والفلق والناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعوذ أحب بمثلهما، يعني مهما قرأنا من القرآن الأفضل هي الفلق والناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان سحره عبارة عن 11 عقدة، والآيات الفلق والناس 11 آية. سبحان الله. إذن الفلق والناس من أهم الرقى. مين فينا محفوظ الفلق والناس؟
حافظاه كلنا حافظين الفلق والناس. لكن برضو نقطة مهمة، لما الناس بتسمع الكلام ده يقول لك طب انا بقرا الفلق والناس، طب ما انا بصلي وبقيم الليل وبقرا البقره وبروح للشيخ. طبعا في فرق بين ان انا لما ابدا امرض اعالج، وفي فرق ان انا اسيب نفسي. على افتراض المرض العضوي مثلا، اي حد فينا بدا ربنا قدر عليه المرض بدا يعالج في اول المرض، في اخ تاني او حد تاني ساب الموضوع سنوات طويله، اذا الموضوع العلاج هنا هيختلف. اول في اول المرض الامر يسير وسهل، لكن لما المرض يتمكن بعض الناس يروح للاطباء يقول انت ليه متاخر، انت ليه ساكت على نفسك، انت ليه ما تعالجتش. اذا في حد بيقرا البقره ويقيم الليل ويقول الاذكار، لكن ربنا لا يقدر الشفاء. طيب الناس بتقرا الفلق والناس ويقول لك طب ما النبي صلى الله عليه وسلم اقر الفلق والناس رقيه واقر الفاتحه وانا طول النهار بقرا البقره واقيم الليل يبقى اذا المرض في اوله سهل، لكن لما المرض يتوطن في الجسد يبقى انا محتاج ان انا اركز واركز اخليني خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا طيب خلينا نقول، معلش يا ياسمين عشان انا كان في حاجه بس مش عايز انساها، لانه حضرتك قلت جمله مهمه جدا في بدايه الكلام. اتفضل. الطبيب النفسي. نعم. لانه في ناس كتير يا مولانا بيبقى الهدف الاول بالنسبه لها ان انا مسحور، ان انا ممسوس. نعم. ان انا عندي مشكله نفسيه، عندي مشكله روحانيه، عندي مشكله ممكن يكون لي علاقه بجن وكذا وكذا وكذا. نعم. هل ده طبيعي ان الناس تتعامل مع الموضوع على انه لمجرد انه حتى حد يحس انه متضايق شويه او في حاجات كتير وحشه بتحصل له فيقول لك انا معمول لي حاجه، هل ده الطبيعي ولا الطبيعي ان هو الاصل لازم يبقى يلجا لطبيب الاول وبعدين يروح للجزء الثاني ان هو يبقى فيه رقيه وهكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. اذا في امر نبوي بالتداوي. طيب انا شكيت ان في اعراض، الاول اذهب للطبيب اولا، لكن ما في مانع ان انا اذهب للطبيب واقرا البقره. بالظبط. ما في مانع، ولكن الطبيب شيء ضروري طبعا، مهم جدا. امر نبوي. هذا امر نبوي ان انا اذهب الى الطبيب. طيب احنا عندنا في حاجه في علم النفس اسمها سيكوسوماتيك، عرض بدون مرض. ممكن اروح للطبيب يقول لي انت ما عندكش حاجه. ايوه عشان كده كنت لسه هسال، يعني انت ما عندكش حاجه، انا تعبان وبتالم. أيوة. وجسدي يقول له انت ما عندكش حاجه. يعني من فتره حد جاي بيقول لي انا زوجتي كل ما اروح للطبيب يقول لي تدلع. لا دي ما عندهاش حاجه. لا هي عندها، بس الفكره ان الاعراض اللي موجوده مش طبيه، لا موجوده لا في اشعه ولا في تحاليل، التحاليل مظبوطه والاشعات مظبوطه. ففكره ان انا بقى اروح لطبيب ده اصل عندنا. طيب احيانا بروح لطبيب واثنين وثلاثه وكل طبيب بيقول تشخيص مختلف. صحيح. طب انا اعمل ايه؟ صحيح. يعني لما نيجي نقول دلوقتي الطبيب اداني الدواء وانا قرات عليه سوره البقره، هل في مانع؟ ما في مانع شرعي، انا كده جمعت بين القران وبين الكيميكلز. بالظبط. مفيش مانع شرعي، زي ما احنا بنروح لبعض الاطباء يقول لك معلش محتاج استشاره الطبيب في حاجه ثانيه، في فرع ثاني من الطب. هو نفس الموضوع. انا رحت للطبيب، ما في مانع اقرا البقره قبل ما اذهب الى الطبيب. مين هيبص للطبيب بالداء والدواء؟ الله سبحانه وبحمده. يبقى الاصل انا الجا الى الله سبحانه وبحمده. طيب في ناس يروح للطبيب وهو مهزوز، زي اللي بروح للشيخ يقول لك والله الشيخ ده ما جابش نتيجه. النتائج لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. صحيح. لك النيه هنا. نعم. انا رايحه انا بقرا سوره الفلق والناس بس مش مقتنع من جوايا ان ده هيشفيني، فمش هخف. احسنتي. عشان كده ناس كتير مننا ممكن يقرا الاذكار زي ما حضرتك قلت وما يجرالوش حاجه، او يقرا قران كتير ولسه مكتئب وحزين او تعبان زي ما حضرتك قلت برده راح لدكاتره كتير. هي تقريبا اليقين بقى، احنا نعم. عايزين هنا اليقين. نعم. في ان القران هو اللي هيشفي. نعم. لان مهما نقرا مفيش. القران يقينا يقينا شفاء. لكن لو جينا قلنا انجاز التشبيه، القران والصيدليه. ايوه. القران شفاء والصيدليه مليانه ادويه، لكن كل مريض له دواء معين. صحيح. القران كله شفاء. صحيح. لما نقول مثلا الناس اقرا البقره، انجاز التشبيه دي ممارس عام. المسحور بيقرا البقره، والممسوس بيقرا البقره، والمحسود بيقرا البقره، والمرضى عضو لما بيقرا البقره والله بيتحسن. يقول لك الام ظهري خفت وبقيت كويس وبقيت. وطبعا في ناس دجالين كتير. أيوه. يقول له لا ما تقراش البقره. نعم ما تقراش البقره. ودايما نقول للناس لما حد يقول لك حاجه خلاف اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمعش. ده ان دي متاهه كبيره. الفكرة مولانا انه الناس للاسف بتسلم دماغها من غير ما تراجع اصلا ولا حد. فهو نعم. فلان الفلاني قال لي اقرا بص اول سبع ايات في مش عارف فين. أيوة. واول ثلاث ايات مش عارف فين، وخد ثلاث حاجات مش عارف في الساعه كام، فما بيراجعش اصلا لان هو شايفه بالنسبه له ايه، هو ده المعالج وهو ده الشيخ وهو ده العلاج. صحيح. وهو ده كل حاجه. عشان كده بنقول خلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رقى سيدنا الحسن والحسين برقيه بسيطه جدا سهل كلنا نحفظها.
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام. رقية سهلة جدا صحيح. وهي أول رقية على الأرض، وأول من رقى بها سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، رقى بها سيدنا إسماعيل وإسحاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما عوذ بها الحسن والحسين قال لهم كان أباكم إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. هذه رقية نبوية صرف. لا عايز أقول لحضرتك مهما اجتهد المشايخ، هل في حد عاقل يقدم كلام على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا بيجي لنا ناس معاها حبوب، والله تفتح الحاجه كده حبوب برسيم عزكم الله، وحاجات غريبه جدا. ايه الكلام ده؟ يقول لك لا والله الشيخ بتاع القران ده بيطول، وانا عايز حاجه ديليفري، عايز حاجه سريعه كده. لا ما فيش حاجه اسمها كده. ياما شفنا حالات من الناس كان سبب السحر ده، كان سبب ان هو يبقى محفظ قران ومحفظه قران. لو فتحت الاتصالات دلوقتي تسمع كتير من الناس كان مسحور وبقى محفظ قران، كانت مسحوره وبقت محفظه، بقت معلمه عقيده ومعلمه فقه ومعلمه تفسير. كان مين السبب؟ اولا الابتلاء. زمان كانوا مشايخنا بيقولوا لا يعد المسلم فقيه حتى يعد البلاء نعمه والرخاء مصيبه. طول ما انا في ابتلاء اعلم يقينا يقينا ان ربنا في حاجه اسمها، العلماء بيسموها اللطف الخفي، ربنا بيلطف بيك بيرحمك بيسخر لك اللي يخدمك، بس انت تصدق مع الله. صحيح. الرجل اللي خرج من النار وربنا امر يرجع للنار تاني، نظر نظره وقال يا رب ما كان ظني بك بعد ان اخرجتني منها ان تعيدني اليها. ربنا امر بدخوله الجنه، حسن الظن بالله، حسن الظن بالله بجمله واحده رجل خرج من النار الى الجنه. اذا الامر مش محتاج ان انا يعني في ناس تقعد تلف كتير وروح يمين، لا لا لا، الموضوع بسيط وسهل جدا. رقية النبي صلى الله عليه وسلم، رقية سيدنا ابراهيم، واقرا ما شئت من القران. وان انت بقى عايز تركز خد الفاتحه، كرسي، امن الرسول، الاخلاص، الفلق، الناس، ده شفاء يقينا. شفاء يقينا. ليه مواعيد؟ يعني انا مثلا عشان ارقي ابني او بنتي او حد من قرايبي في البيت، ليه مواعيد؟ صباحا مساء بتبقى احسن، المغرب، بعد مش عارفه صلاه ايه، ولا في اي وقت؟ لو جينا ركزنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا اذكار الصباح واذكار المساء واذكار اليوم، دي روشته نبويه كما يفعل الاطباء الدواء ده كل 8 ساعات، هي نفس الاذكار بعد الفجر، قبل المغرب، قبل النوم. والعلماء بيقولوا هذه الاذكار اشد في التحصيل من سور ياجوج وماجوج. حضرتك متخيل سور يمينك وسور شمالك وسور امامك وسور خلفك، بودي جارد قوي جدا جدا. تاخد ايه، ربع ساعه صباحا ربع ساعه مساء؟ ما احنا قاعدين على السوشيال ميديا طول النهار، ايه المانع؟ وقاعدين على الكافيهات ويسهلوا لنا، يعني عملوا برامج دي على طبعا موجوده الابلكيشنز موجوده، نزل اي ابلكيشن من الابلكيشنز اللي موجوده وقول منها الاذكار. الاذكار دي مهمه جدا 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 جدا. عايز اقول لحضرتك لو قعدنا نتكلم في الاذكار دي، انا اعرف ناس كانوا مرضى، مرضى نفسيين، الاذكار كان ليها دور في الشفاء باذن الله، لما جمع بين الكيميكالز وبين الرقيه الشرعيه وبين الاذكار. الاذكار مهمه، لا تترك ابدا، واي حد مسحور محسود ممسوس مش ممكن يترك الاذكار ابدا. الاذكار دي لوحدها بتهد اي جن، الجن ما يتحملهاش ابدا. ودي اذكار موظفه. بعض الناس يقول لك ايه، والله اصلا انا بستغفر كتير وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كتير واقول الحوقله كتير. انا دايما اقول له انت عملت زي اللي بيفطر رمضان وصوم اثنين وخميس. لا مش منطقي، كلام النبي اولى. الاستغفار جميل والحوقله جميله، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجه لها فتوحات كثيره جدا بفضل الله علينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد اذكار معينه بيسموها الاذكار الموظفه. لا انا حافظ على دي الاول، اجتهد براحتك بقى، يعني انت قول الاذكار الاول واعمل اوراد براحتك كما شئت. لكن لو سالنا عن الوقت، لما النبي صلى الله عليه وسلم يخصص وقت للاذكار اكيد الوقت ده ليه فضل. يعني مثلا اذكار المساء تقال قبل فحوه المغرب، وده وقت انتشار الشياطين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اكد ان انا اقول الاذكار قبل المغرب، دي مهمه جدا، تحصين مهم. طب ليه قبل النوم؟ لو قعدنا نفكر شويه في موضوع قبل النوم، تحصين برضه من الكوابيس مثلا او كذا. حضرتك هتسمع كلام دلوقتي يعجبك جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل ابن ادم قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. عد كده معايا، كده جن. عند النوم ياتي الشيطان والملك، الشيطان يقول لك اختم بالشر والملك يقول لك اختم بالخير. عد كده معايا، كده اثنين شياطين. عندنا شيطان خلاء في الحمام بقوا ثلاثه، عندنا عامر مكان في البيت بقوا اربع شياطين، لو هو مسحور او ممسوس خمس شياطين. ازاي ينام من غير اذكار؟ ازاي؟ بعض الناس اللي بتشتكي من الاحلام والكوابيس وبقى عنده هلاوس سمعيه وبصريه وخيالات، ويقول لك انا بنام بحلم. وطبعا احنا عندنا في علم نفس احنا عندنا اربع خمس مراحل للنوم. في ناس كتير ما عرفش يدخل في مرحله النوم العميق، اول ما يبدا ينام يبدا الكوابيس تشتغل. لا احنا عندنا حل نبوي، تنام نوم عميق جدا جدا. وطبعا الكلام ده ممكن يعملوه الناس اللي عندها اوفر ثينكينج، لان بعض الناس عندها يعني بيناموا الجهاز العصبي شغال، بينام يقوم بقى الصبح لا ظهره وجعه ومكسل ومخنوق ومتضايق. لا جدا. طيب طب هو انا اعمل ايه قبل النوم؟ حضرتك بتتكلمي في الاوقات، عشان كده بقول لحضرتك الاوقات دي مهمه جدا جدا. انا بقول الاذكار
وصلي صلاة الوتر، ودي من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر قبل أن تنام لكثير من الصحابة. أيوة. يبقى أنا أقول أذكار النوم وصلي صلاة الوتر وأنام على وضوء، أتوضأ وأنام. ما في مانع بقى شغل جنب الأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان، ما فيش شيطان مع الأذن. طب حضرتك عملت الكلام ده يقينا بفضل الله عز وجل هتنام نوم هادئ وجميل، تصحى فايق تصحى فايق. طيب الناس اللي ما بتعملش كده، يا الله بقى على الكوابيس والاحلام، بيقول لك انا اول ما ابدا في النوم يبدا احلم وابدا اتخض وابدا اتخنق واقوم. ناس كتير جدا ليها شكوى. طب ما انت تعمل دول انا بكلم ناس ما اعرفهاش وانا نايم. ده كتير بيحصل كده. فعلا بشوف حاجات غريبه فعلا بيقول كده. لسه كانت بنوته من كام يوم بتقول لي انا بشوف حد طويل كده جنب السرير. ما عندنا دليل شرعي ان الجن طويل وقصير. على الاغاني والتيك توك والحاجات اللي بقينا يعني بقى اولادنا بيسمعوها وبيناموا عليها دلوقتي للاسف. طيب هو لما ينام على الاغاني ايه اللي هيحصل؟ انا ما بنامش على غير، بس انا ساعات يا مولانا ببقى مرتاح جدا. ساعات بشغل مثلا تمثيليه رعب مثلا وانا مش نايم. طب يعني هتحلم بايه بقى؟ كويس بتعرف تنام اصلا يعني كويس انك بتشوف الحاجات دي وبتنام. ما احنا احنا لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الفرق بين الاحلام والرعى، في احلام ورعى وحديث نفسه. طب انا حضرتك بتقول دلوقتي شغلت فيلم رعب ونمت او مسلسل رعب، طبيعي ان انا اعمل ايه؟ اشوف حاجات. خلاص ما هو ده خلاص بقى بقى مخزن عندي، ستوك عندي، فابدا انا انام يبدا الشريط يتعاد تاني. لكن العلماء بيقولوا لا يجتمع في القلب ذكر الرحمن وذكر الشيطان وذكر الشيطان والغناء. اذا بتشغيل الاغاني بيحضر شوشو عليه لعنه الله، بيحضر الشيطان. طب انا ليه اجيبه؟ يعني انا كده اللي بجيبه، هو مش جايني، ده انا اللي بجيبه. طيب انا اللي بستحضره يعني. نعم. زي موضوع النوم كده، يعني فيها عند النوم شيطان وملك. انا اللي اجيب الملك وانا اللي بجيب الشيطان. طبعا الشيطان الملك لا يتواجد في مكان فيه معصيه هينسحب. طيب مين هتبقى؟ الشيطان. زي حضرتك اي انسان خارج من بيوت الصبح، طب خارج متوضئ مصلي الفجر قايل الاذكار، يتبعه الملك في بودي جارد موجود. وحضرتك لما تسمع بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكه تنبهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ملائكه من حمله العرش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين شحمه اذنه وعضده مسيره 700 عام. انت متخيل الباور ده؟ ده المنطقه دي بس حسن مليئة. طبعا حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ملائكه تحت عرش الرحمن، قدم الملك في الارض السابعه وراس الملك تحت عرش الرحمن. انت متخيل المنظر؟ انت متخيل لما ده يبقى جنبك؟ طيب. هل حد يقدر يعمل لك حاجه؟ هل حد يقدر يديك؟ طيب خلينا ناكد على الساده المشاهدين ان احنا ان شاء الله الشيخ صالح معانا في حلقات كتير جايه، وهيبقى فيه كمان مداخلات كتير جدا الفتره اللي جايه. احنا يمكن الرقم اللي بينزل على الشاشه من وقت للتاني ده رقم التواصل مع فريق عمل البرنامج، وفي طبعا ارقام للتواصل وفي وسائل اتصال او وسائل تواصل اجتماعي مع الشيخ صالح سعد. لكن احنا ان شاء الله ابتداء من الحلقه اللي جايه اللي هتكون باذن الله يوم الثلاث، مش بس يوم الجمعه، ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي، وبعد كده كل يوم ثلاثة جمعه، فهيبقى ان شاء الله معانا مداخلات بعد كده ان شاء الله كتير هناخدها. فانا بس باكد على الساده المشاهدين ان اي تواصل دلوقتي مع فريق عمل البرنامج او تتواصل مع الشيخ صالح من بره زي ما بنقول كده مش على الهواء النهارده. فاحنا النهارده بس بنعمل يعني زي ايه فرشه كده للايام اللي جايه، وتمهيد كده للحلقات اللي جايه المهمه جدا جدا علشان يبقى في اساس ماشيين عليه. طيب هل الرقيه الشرعيه ليها مده علاج ولا بيبقى على حسب الحاله؟ برضو حضرتك قلت لنا الممسوس غير المسحور، او غير اللي يجي كمان في اول المرض غير اللي بيجي بعد فتره. نعم. ولا في الاول وفي الاخر هي انا عملت الرقيه الشرعيه فبعد مده معينه خلاص مفعولها يبتدي يشتغل؟ يعني الرقيه الشرعيه مثل الدواء، هي شفاء باذن الله، والدواء الكيميكالز شفاء باذن الله. احنا ما نقدرش نحدد نقول ان ممكن اخد الادويه دي اخف بعد اسبوع او اتنين. ممكن اخدها يوم واحد اخف، ممكن ما اخدهاش اصلا اخف. ممكن لما اروح اقابل الطبيب اقابلني مقابله كده كويسه وجميله كده اطلع من عنده كويسه. طب يعني ما فيش وقت محدد؟ ما فيش وقت محدد. لكن لو سالتني بقى عن ايه الوقت المفضل، احنا ذكرنا الاوقات اللي حددها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في وقت تاني جميل ممكن نقرا فيه؟ طبعا الثلث الاخير من الليل. ده بقى الله سبحانه وبحمده يتنزل تنزلا يليق بمقامه وقدره سبحانه وبحمده في هذا الوقت من الليل. يقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ طيب بعض مشايخنا زمان كان يقول هذا الوقت يخلو فيه كل حبيب بحبيبه. اللي حبيب ربنا بيقوم. طيب التوقيت ده لما انا ابدا ادعي فيه واستغفر وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وابدا اقرا فيه، ده افيد؟ طبعا جدا 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 جدا. طيب الوقت الثاني بعد الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها. يبقى افضل وقت حتى لو الناس الطلبه اللي عايزه تذاكر، ده افضل وقت تذاكر بعد الفجر. صحيح. وقبل الفجر. دول وقتين مهم لو احنا نفذنا فيهم رقيه شرعيه بفضل تلاقي النتيجه اسرع باذن الله ان شاء الله. طب احنا نعرف منين احنا عندنا ايه؟ في ناس تقول لك لا انت مسحوره، انت مش تعبانه تبقي مسحوره بقى، حد عامل لك حاجه عشان المشاكل اللي في بيتك.
في ناس تانية تقول انت محسوده ارقي نفسك. فانا هعرف ازاي انا عندي، او حضرتك لو انا جيت لك بتقدر تشخص حالتي ازاي؟ لا ده سؤال عايز حلقه. يعني لو حاجه تمهيديه بقى. طيب. ونستنى حلقات تانية. طيب خلينا نقول كده، خلينا نقول الاعراض الاول عشان ما حدش يختلف معنا. تمام اتفضل. في اعراض موجوده عند المسحور وعند الممسوس وعند العضوي، المريض مرض عضوي، يعني على سبيل المثال الصداع عرض اساسي عند المحصور، المسحور والمحسود والممسوس. وموجود الصداع عند اللي عنده جيوب انفيه، التهاب في الاذن الوسطى، يعني ضعف في البصر، الم الاسنان، صحيح. الضغط، الاجهاد، قله النوم. يبقى انا عشان اشخص انا محتاج مجموعه اعراض قويه، لان بعض الناس اول ما يتعب انا مسحور، الناس اقول له انت مش مسحور الا مسحور. ده للاسف ده كتير يا اخي، والله انت مش مسحور يقول لك انا مسحور. اه طبعا كل دلوقتي كده احنا محتاجين باكج من الاعراض. يعني استحاله انا اروح لطبيب اقول له كحيت مره اقول لي عندك حساسيه على الصدر، مش منطقي. صحيح. عطست مره عندك كورونا، لا مش منطقي. انت محتاج مجموعه اعراض ومحتاج تهدى شويه، لان في ناس متسرعه والعجله من الشيطان. الموضوع عامل يعني هوس زي ما قال لي فعلا قبل الحلقه، الناس كلها فعلا خايفه من موضوع السحر والحسد. انا حاسه الناس كلها بقت محسوده دلوقتي، مفيش حد حاسد، احنا محسودين بس. لا هو الحسد منتشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذي نعمه محسود، وبعض اهل العلم يقول ما خلا جسد من حسد، يا حاسد يا محسود، نسال الله يستر عليهم الاثنين. لكن هي الفكره ان انا لما تظهر الاعراض ابدا في اول ما تظهر الاعراض ابدا اتعالج، ما سيبش الموضوع بقى لما وابدا اتعالج وانا حاطط في دماغي، صحح لي ده لو انا غلطان، اتفضل، ابقى حاطط في دماغي ان انا محتاج اعرف انا عندي ايه، مش محتاج اروح اتعالج وانا حاطط في دماغي ان انا كده كده انا كده كده محسود. انا كده يعني انا رايح اتعالج وانا يعني انا جايب المشكله وجايب حلها ورايح اقول للناس حلها. عشان كده في بعض الناس لما بتروح لدكتور يقول لك ما اعرفش يشخصني صح، لان انا عارف، انا عارف ان انا محسود يا جماعه. فهو بيبقى رايح اصلا وعارف ان هو او حاطط في دماغه المفروض حله يبقى ايه. طيب ده تقول له ايه؟ خلينا نشرح الناس كده بطريقه بسيطه. نص العلاج بعد الاستعانه بالله ان انا مش مسحور، انا مش مريض، انا كويس باذن الله، ان شاء الله ربنا يشفيني ويعافيني وابقى كويس عشان ما يهمش نفسه. بالظبط. لو احنا قلنا دلوقتي اتنين طلبه في الجامعه داخلين امتحان، واحد فيهم قبل الامتحان بدقائق كده قبل واحد صاحبه، ده الدكتور السنه اللي فاتت شايل الناس الماده، ده الماده كانت صعبه، ده مش عارف ايه، وداخل مذاكر 100%، داخل لجنه متوتر، ده هيحل؟ هيئ لنفسه انه خلاص كده شايل. حد تاني مذاكر 50 60% ان شاء الله هجاوب، وان شاء الله الماده تبقى كويسه والامتحان لذيذ وجميل. التفاؤل ده من الدين. صح. حسن الظن بالله من الدين. طيب الناس بقى اللي هي رايحه وهو زي ما حضرتك بتقول كده هو شاكك ان هو مسحور او متاكد. طيب ما هو انت هتاخد بالاسباب وتتوكل على الله. لما تروح لحد روح لحد ثقه. وانا انصحك الافضل لو قدرت ما تروحش لحد. الافضل الافضل انت ممكن تقع في حد تروح مره واحده مشوار يكلفك عمرك كله. لان بعض الناس اللي بتستعين بالجن ربنا يهديهم لو لقى جن قوي عند حد للاسف بيثبته في الجسد. أعوذ بالله. طب انت كده اذيتني اكثر، انت خوفتنا كده مش هنروح. لا لا ما هو انا فعلا الاصل ان انا ما اروحش. هقول لك حاجه، يعني في انسان بيمرض مرض عضوي بيفتح الثلاجه عنده او بيسميها احنا الاجزخانه الصغيره بتاعت زمان دي، يطلع الدواء ياخده يخف. في حد تاني خد دواء ما خفش فنزل للصيدلي اداله الدواء الحمد لله خده خف. حد تاني نزل للصيدلي قال له لا معلش لازم تعرض نفسك على طبيب حسب الحاله. نفس الامر كده. صحيح. الموضوع سهل، ما فيش مشكله، اطلع المصحف واقرا قران على قدي، اقرا البقره. احنا عندنا حديث في البقرة صفحه يعني. نعم لو صفحه حسب المرض. تمام. طيب نعم. قبل ما نروح كنت لسه هقول له ان احنا خلاص فعلا قربنا نختم خالص. احنا مش بنلحق بس قبل ما احنا فعلا بنختم بس قبل ما نروح هاخد اجابه سريعه جدا. انا دلوقتي لسه مش عارف انا عندي مرض او كذا او او او، هل يجوز انه اي حد حتى لو غير محسن لقراءه القران يعني ينفع والدي زوجتي زوجي كذا وهكذا، ينفع اي حد يرقي شخص تاني ولا لازم يكون شخص اولا محسن بقراءه القران او يجيد قراءه القران، ولازم يكون شيخ مثلا متمرس في الموضوع عارف يقول ايه وما يقولش ايه؟ زي ما قلنا في موضوع الامراض العضويه كده، ممكن حد تعب طفل صغير انا رقيته بروح النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ. احد مشايخنا قديما كان عامل برنامج كده بيعلم فيه الناس ازاي يبقوا رقاة. طيب حد اتصل بيه يا شيخ انا قرات حضر جن. طب نعمل ايه؟ هو مش عارف يعمل مسحور له بقى حضر جن فخلاص هو اتلبش هو كده ممكن هو يتاذي اصلا. فهي الفكره لازم يتقام في تامين اصلا اول حد يبقى الجن بيقعد يهدد احيانا. صحيح. بيهدد بعض الناس وبعض الرقاة. ولا نشغلها جنبنا كده على السرير؟ لا نشغل
الفكرة ان درجة المرض ايه؟ انا وصلت لحد فين؟ انا الموضوع سهل، قراءة الفرق والناس مع الفاتحة والكرسي ان شاء الله ابرأ باذن الله، لكن الفكرة الموضوع يتمكن؟ لا، انت محتاج حد فاهم وحد شرعي. صحيح كده بقى، احنا محتاجين حلقات كتير، وكنت سعيدة جدا مع حضرتك، سعيدة معاك جدا يا بلال، وعلينا بالقرآن، القرآن القرآن يا جماعة، وزي ما متعودين معاكم من دلوقتي الحلقة الجاية هناخد بريك ونفصل شوية.